مرحبا فيكم بحلقة جديدة من دي الام، معاكم غيث. واليوم رح نحكي عن برنامج مونتاج فيديو رائع ومجاني وموجود اوريدي عندكم اذا كنتم من مستخدمي الويندوز، ولكن اغلبكم ما بيعرف فيه. خلوكم معنا. مؤخرا فقط وضمن تطبيق الصور، مايكروسوفت أضافت برنامج الفيديو إديتر بقائمة البحث. فنحن بننزل هون على محرك البحث تبع مايكروسوفت ومنكتب فيديو إديتر، فبيطلع لنا مباشرة بالبحث ضمن البرامج اللي اوريدي هي منزلة بالويندوز 10، الويندوز 10. فنضغط عليه ونصل للصفحة العامة لبناء مشاريع مونتاج الفيديو، وهون منبلش مشروع جديد ومنضغط على New Video Project. منسمي المشروع تبعنا ومنضغط OK. مثل ما شايفين وصلنا هلأ للصفحة الأساسية لعملية مونتاج وتحرير الفيديو. البرنامج سهل جدا جدا للاستخدام مثل ما راح نشوف هلا، وما بتعتازوا انه تحملوا اي برنامج او سوفتوير على جهازكم، لأنه هو مثل ما شفتوا already موجود ومنزل ضمن الويندوز 10. لنبلش مشروع تقطيع وتعديل فيديو جديد، منروح على الإضافة هون ومنضيف فيديو إن كان موجود عنا على الكمبيوتر أو موجود عنا بملف الصور أو ملف الألبوم أو حتى ملف فيديو من الإنترنت. نقوم بعملية تحميل الفيديو هاد تبعنا. بعد ما حملنا الفيديوهات أو الفيديو اللي حابين نحن نشتغل عليه، بينزل عنا بالبروجكت لايبراري هون. فالصفحة الأساسية بتتألف من الستوري بورد، مكان لتحميل الفيديوهات، وهون قائمة عرض الفيديو أو النتيجة يلي عم نشتغل عليها. بالإضافة هلأ هون منشوف كل التولز يلي بتحتاجها لتعديل الفيديو، وبالقائمة فوق بيكون موجود عنا إضافة الصوت. فمننزل الفيديوهات يلي نحن حابين نعدلها على الستوري بورد، بتنزل بهالشكل هاد، ومنشوف هون في عنا كل الأدوات اللازمة والعامة الموجودة في أغلب التطبيقات للتعديل على الفيديو، رح نحكي عنهم هلأ بشكل عام. منشوف هون أول شيء فينا نضيف تايتل كارد أو بطاقة أولى للتعريف عن الفيديو. فينا نقوم مثلا بإضافة كلام أنه بداية للفيديو، أو حتى نضيفها ضمن مقاطع الفيديو اللي نحن بدنا إياها في حال إذا عم نحكي عن أكثر من موضوع. بالنقطة الثانية هون فينا نعمل عملية تقطيع للفيديو، يعني تصغير حجمه ومقاسه. إذا حابين الفيديو أقصر أو ناخد شقفة من الفيديو اللي موجود عنا، أو أنه نعمل عملية فصل للفيديو بنقطة معينة نفصله لفيديوهين، أو حتى هون فينا نعمل إضافة نص على الفيديو. وفي عنا خطوط متنوعة ممكن نحن نشتغل عليها، حتى فينا نضيف النص بزوايا مختلفة، فإذا بدنا إياه بالنص أو حتى ممكن نضيفه فوق أو على اليمين تحت، وما حابين في عندكم عدة options انكم تستخدموها. بالإضافة للنص في عنا مؤثرات حركية، فإذا حابين ونحن عم نشتغل على الفيديو نعمل زوم على مكان معين بالفيديو، فينا نشتغل على هالمؤثرات هاي هون. بالإضافة ل 3D effects أو مؤثرات 3D، ففينا نضيف كتير من العناصر على الفيديو تبعنا هون. فإذا حابين نعمل مثلا breaking news ممكن نضيفها هون، ممكن نضيف أي مؤثرات حابين من الخيارات اللي موجودة هون لتتوافق مع الفيديو تبعنا. بالإضافة للمؤثرات في عنا الفلتر، فإذا حابين نغير الفلتر تبع الفيديو حتى بمنطقة أو بزاوية معينة أو حتى البيكسلز، فينا نشتغل عليها كمان من هون. مع الفلترز طبعا فينا نغير سرعة الفيديو كمان من هون. وطبعا عملية تعديل الفيديو مش بس الفيجوال افكتس أو التأثيرات المرئية،
في عنا فوق قائمة بالأوديو هي التأثيرات الصوتية، ففينا نضيف background music اللي هي موسيقى خلفية للفيديو تبعنا، بالإضافة لكاستوم أوديو، يعني إذا حابين نعمل voice over أو نحط صوت معين أو حتى نحكي ونعلق على الفيديو، فينا نعملها من هون، نسجل الصوت وننزله على مقطع الفيديو من هون. وبكل بساطة بعد ما نخلص عملية التعديل على الفيديو تبعنا بنعمل finish video ومنقوم بعملية التحميل يلي هي بدقة 1080 بيكسل. البرنامج مثل ما شفتوا سهل جدا وبسيط جدا لإجراء مونتاج على الفيديوهات وعمل تعديلات بسيطة على الفيديو، برأيي يعني بيضلوا أفضل بكتير من التطبيقات اللي تستخدم أو بيستخدموها كتير من الناس على الموبايلات، تطبيقات الموبايلات بشكل عام. ولكن كل برنامج له نقاط ضعف. خلونا نشوف هلأ شو نقاط الضعف الموجودة بهالبرنامج هاد، ونبلش بالنقطة الأولى يلي هي الترانزيشن إفكتس، يعني عملية الانتقال من فيديو لفيديو تاني بتصير بشكل مباشر بدون أي فاصل فيه إفكت، يعني ما في مؤثرات لعملية الانتقال من فيديو لفيديو تاني، يعني بينتقل بشكل مباشر، وهي نقطة الضعف الأولى في البرنامج. أما النقطة الثانية فهي المسارات يلي موجودة هون أو الستوري بوردز، في عنا مسار واحد فقط مقارنة مع برامج متطورة تانية فيها أكثر من مسار، ويلي بيخلينا وجود مسارات مختلفة بيخلينا نحسن نضيف صورة أو فيديو ضمن الفيديو تبعنا، يعني فينا نضيف مثلا فيديو أو صورة أو أي شيء تاني على الفيديو تبعنا بوجود مسارات تانية، في حين هون ما فينا نعمل هالشيء هاد لعدم وجود مسار تاني أو المسار المتوفر هو مسار واحد بس. أما المشكلة الثالثة فهو الملفات الصوتية والباكجراوند ميوزك، كل الملفات الصوتية اللي موجودة هون هي فيها حقوق ملكية، فإذا كنتوا عم تعملوا فيديو وحابين تحملوه على اليوتيوب واستخدمتوا وحدة من هالملفات هاي ما فيكن تفعلوا عملية الربح من الفيديوهات، لأنه في حقوق ملكية للملفات الصوتية يلي مستخدمة هون. فالبديل عن هالموضوع هاد انكم تعملوا كاستوم اوديو وتنزلوا الملف الصوتي بحيث يكون ما فيه حقوق ملكية. اما النقطة الرابعة والاخيرة فعملية تحميل الفيديو بتتم بجودة اكتر شيء 1080 بيكسل، معظم الكاميرات حاليا بتصور بدقة 4K، ولكن للأسف الشديد الدقة هاي ما فيكم تشتغلوا عليها هون، يعني حتى لو نزلتوا الفيديو ما بيتم تحميله إلا بدقة 1080 ماكسيموم. بالإجمال مثل ما ذكرنا برنامج مونتاج الفيديو في الويندوز هو برنامج بسيط وسهل الاستخدام لإجراء تعديلات بسيطة على الفيديو تبعكم، وبيضل جيد إذا حابين تبلشوا بإجراءات مونتاج بسيط للفيديو تبعكم بدون الدخول بمتاهات البرامج الأكثر تعقيداً نوعاً ما ويلي حنحكي عنها في حلقات مقبلة إن شاء الله. فإذا حابين تضلوا على اطلاع لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعونا بالحلقات الجاي وتعملوا لايك للفيديو إذا استفدتوا من حلقة اليوم. شكراً لمتابعتكم ومنشوفكم بحلقة جديدة من ديالان بإذن الله. السلام عليكم.